حياكم الله جميعا. الله يعطيك العافيه ابو سلطان، انت محمد عباس وعلي الغامدي. ان شاء الله باذن الله تعالى المتسابق الجاي فريد من نوعه لهذا اليوم، المتسابق شخبوط مسفر. حياك الله، مقدم وكوميدي ما شاء الله تبارك الله، حياك الله. السلام عليكم. يا هلا ومسهلا، كيف الامور؟ ابشرك نحمد الله طيب وبخير. اعرفهم على اسمي، قول خلني اعرفهم الحين عقبها بيحصل مشهد وغيره. يا سلام، شخبوط بن مسفر الدوسري. ونعم، وطموحي طيب مع اخواني المشاركين والهقوه الطيبه، وبتنشدني انا وش بسوي داخل عيون الرجال حراب، لكن الهقوه الطيبه ان شاء الله. الله يقويك ان شاء الله ويفتح عليك. آمين. شكرا صراحه. كلمات جميله، تفضل روح لابو سلطان ان شاء الله تقدم ماده جميله. ما شاء الله متحمس يا ابو سلطان، الله يقويه ان شاء الله. توهق فارس ولا عشان ما تجيب لي؟ لا فارس، لان شخصيه فارس حلوه صراحه. لا ادري بس فارس سيد ورط ورط بغى اي بغى يقول له الله يشرويك. الله يحييك يا شخبوط. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يلا حي. لا 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 شغال شغال، الله ينفع بك. مساكم الله بالخير جميع، المشاهدين من خلف الشاشات واللجنه الموقره، مرحبا بكم ومسهلا في محلكم. حياك الله شخبوط. سم حياك الله. الله يحييك. وش الموهبه؟ الموهبه ذا الليله نمسي على الشعب المصري وذا الليل المصري اللي تبيني فيها. طيب الموهبه اللي مذكوره عندي واللي انت بيها وش هي؟ مقدم وكوميدي، وانحدثوني على الشعر خذيته من ذا الشعار الجزال، وان بغيتوا انشاد ان كانها عندكم محفوفه غنيتها لكم، وان كانها مي بمحفوفه بيسمعونها اللي خلف الشاشات فلازم انكم تزينونا. طيب وش الكوميديا؟ الكوميديا يعني تبيها تحضيريه؟ يلا عطنا الكوميديا، انت تقول موهبتي مقدم وكوميدي، وش الكوميديا؟ الكوميديا زينها لا جات في حلها، اما التصنع ما تصلح، لا جاء وقتها فبشربها. وانت دائما تنشد اخواني اللي اسمعهم قبلي وتقول خلوني اضحك. احنا ما نخليك تضحك الا كاني بدغدغك ولا وش اسوي. طيب مقدم صحيح؟ صحيح. قدم. بشير بسعدك. حياك. التقديم انا متاثر بابو سلطان، لازم اغير شخصيه ابو سلطان. طيب خذ راحتك. اي الكرسي لا هو طويل ولا هو قصير، الظاهر وزن الكراسي على وزنية ابو سلطان. ابو سلطان هذا ورقه عشان نعيش الجو. انت بتطول انت الله يطول عمرك. شلون؟ اكتب على الطاوله. مقدمه مقدمه، عطنا اي شيء عندك. نطول المقدمه اسمها هوينه. اي يعني ورقه باقي المقدمه خلها بعد. الظاهر ما هو بيكتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. حطوا نقطه على الابتسامه. باسمي وباسمائكم جميعا، باسمي وباسمائكم جميعا، نرحب بضيوفنا الكرام في برنامجنا لهذه الليله، برنامج كاريزما مع ضيوفنا الاستاذ علي الغامدي والاستاذ تركي الدوسري والاستاذ، والله اني ساجم من اسمك، محمد عباس. او نعم والله غيرك المنسي. اي لي حافظه من يوم مشيت من الخارج والقلب فيه سجد. الله يحييك. شخبوط اول شيء نقول الله يحييك. الله يبقيك. يعني حضورك كويس، ولما ذكرت الشعب المصري الشعب الشقيق اللي كلهم ابداعات وكلهم حضور دائما في هذه البرامج، وفيه منهم اساتذه نفتخر فيهم اكيد. انت ما قنعتني، لا قنعتني بالادب ولا الحضاره المصريه ولا الحضاره السعوديه. تبون قصة وقصيدتها؟ طيب هذا قصة للشاعر سعد من جدلان جعله في الجنة. نعم. يوم شيب وقعد عليه عيال نوى ياخذ الثانية، ويوم قد هيوبه وقد خالص الظاهر ان امرته الاولى دعوتها مستجابة، افصدم وتكسرت رجليه، نوموه وجاء الخبر امرته ذا اللي توها مخطوبة، نبت المستشفى الظاهر انها ما على موعد مستشفى ولا انها تبي تشوف ذا الشايب اللي خاطبها. يوم عرضت له متكسر ولا
او انه يعكس قدامها، المهم انها انتبه لها. فصدت وخطبت وتملكت من رجال غيره. قال رد له العلم يوم تعافى، قال يلي على شام معكازي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي، والكسر ما هو في رجلي علي كلي، وانت سبه في الغرابي الاول وتالي. تكفي مراسيلنا العجلات يا خلي، عم اخذ الاخبار ولا شوف لزوالي، قلبي وقلبك توصل لك وترسل لي، والله انا اشد من موجات لرسالي. رد سلامي عليك وجن وقال لي انك ترحب واني في خاطرك غالي، ليت الغرابيل جتني من عدو اللي يما تقضيت ولا بي تقاضالي، ليت الغرابيل جتني من عدو اللي اما تقضيت ولا بي تقاضالي، لكن من واحد ذكره غنت اللي ما زلت احبه وبحبه ولا بالي، لمر طرق بخدراته سلام اللي كنه يسلم علي بصوته العالي، خلوني اسج عن موضوعه احسن لي ولا الغلا والله اني ابطيه غالي. يا سلام، خلوني اسج عن موضوعه احسن لي ولا الغلا والله اني ابطيه غالي. طيب انا اقول صح لسانك، يعني في روايتك للقصيدة من شاعر بحجم سعد بن جدلان رحمة الله عليه، حضورك ممتاز شخبوط، يعني كاريالتي وسوالف، وأنا أشوف أنك ممتاز، لكن فيه جوانب ثانية اللي هي جانب التمثيل وجوانب الشيلات والإنشاد، أنت لك في هالمجال؟ ما أعرف لو، لكن لا مسكت الخط الحالي أقدر أغني. نقدر نبث لايف يعني من السيارة؟ سام؟ نبث لايف من السيارة عشان نشوف الخط. ما لا لا أقصد صوتي عند روحي زين. أيه؟ لا أسمعه العرب مدري. لمين نسمع طيب؟ خلنا نشوف أبو عباس. تبون نسمع؟ صوت. أي سمع. فيه تأثيرات، كان فيه تأثيرات بعض. عطوا صدى يا مهندس صوت. يلا عطوا صدى. يلا. خله أول شيء شغل التأثيرات لأنكم دائما في البداية ما في تأثير. هو معك على طول. عطوا التأثيرات هو معك يلا. يا ويلي في دمعكم في غياب يرد لي، ودري دمعتك خوفا علي يصلي. أنشد مع أخواني اللي قبلي، بغيت أقول أصلي مع أخواني. ما تبهيل والله سام، ما تبهيل صوت ذا خاطي مرة يضبط. هذا الصوت اللي في السيارة ولا لا؟ هذا اللي متقحم وجاء. الله يوفقك وياك، يعني ما خلا منه الله ولا منك يا حبيب. بس ما عندك نشدة شيء؟ لا بس دعيت لك، الله يوفقك. آمين. شكرا شكرا شكرا، حياك الله إن شاء الله، يعطيك العافية. هذا ايش يعني؟ في خذها خذها معك فدان. بعض الناس حضوره مميز حتى لو لكن ما كان شفت هذا ياخذ يعطي معك في المجلس. أيوة. ويعني ما يسكت ما شاء الله تبارك الله. نعم. يقدر يفتح حديث، تجيب له اي سالفه هذا يعقل لك الهوى ذا. يا سلام، ما عنده مشكله. يلا المراسلين.